والله العظيم اقول الحق. حتى اسال غاده. انا انت تعرفني اصلا؟ هو ده شكل هزار يا فندم؟ دي من تشميله حضرتك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا عادل. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. حضرتك عارفه ان انا محامي محترم. اسم الله عليك يا حبيبي. انا غاده صحفيه وانت عادل مش كده؟ عندك قصه في بيتك وهربان بقالك شوي. ده ترند من امبارح بالليل. انا امي. ايوه طبعا يا حبيبي. ايوه انت وامك واحد. يلا بقى. ايه ده؟ بانيو. انت متاكد ان دي مطارق الارهابيه؟ انت شغاله حسابني. انت ايه اللي اخرك يالا؟ عادل خطفني لاني ده انا هموتك. ما تصعش يا لهوي. كده كده ميته. هايل. ايه ده؟ يا لهوي. ما تمسك لي السوشيال ميديا في العصابه. I'll be your admin. هعمل عصابه دوليه. هنخرج من ايه؟ ايه ده؟ بيت. انت بيت ارهابي؟ اه من الصبح. ممكن صورة مع النجمة قبل ما تقتلها؟ لقيت بطاقته مكان الجريمة يا فندم. ايه ده؟ هنا بغسل أموالي وملاياتي. هي ماما ممكن ما تدعيليش تاني خالص؟ خذ الظالم أخذ عزيز المقتدر يا الله. حسيت إني فشلت. هو أنتوا لسه شفتوا حاجة؟ كله يثبت مكان. هو إحنا لسه عملنا حاجة؟ هو أنتوا لسه شفتوا حاجة؟ لسه واللي جاي كله جدي. ربكم بقول أي صحفي صاعد. اصحى! أنت جاي تنام في أهم حتة؟ حرام عليك! ساعدني يا عادل! فكرك انك تستغلني انسى! وربيني كويس. اوعى اوعى تبربش. هنشور معاك.